سبور نيوز. صباح النور، صباح الخيرات، مرحبا بكم في سبور نيوز. كما انفردنا بالخبر على صفحتنا الرسميه كنوز افام، ثلاثة ملاعبيه بالتمام والكمال يمضيوا البارح في الليل الماخر دفعه واحده للنجم الساحلي. لاعب الملعب التونسي هيثم بن سالم صح 3 سنين مع الاتوال، بن سالم اللي يخرج ليبر مع ستاد في 30 جوان، مرك 6 بونت الموسم هذا وتحصل على 5 ضربات جزاء. بالإضافة لهيثم بن سالم، النجم الساحلي تعاقد مع زوج ملاعبية من مستقبل مرسى، المهاجم أمير العمراني صح 3 مواسم والحارس المتألق زياد جبالي أمضى عقد لمدة 5 سنين مع الإتوال. منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم 8:30 متاع الليل في ملعب رادس مباراة الجولة الأولى من تصفيات كان الجابون 2017 ضد جيبوتي. حمدي النجاز، محمد علي منصر، بلال العيفة باش يغيبوا عن مباراة اليوم والزوج مقابلات القادمة بسبب الإصابة. تشكيلة المنتخب شكون على النحو التالي: معز بن شريفية حتى المرمى، ماهر الحناشي ظهير أيمن، على اليسار علي المعلول، في اللاكسيم بن يوسف، محمد علي العقوبي، في الوسط محمد المثناني وفرجاني ساسي، قدامهم ياسين الشيخاوي وهبي الخازري، وفي الأتاك يوهان توزغار وصابر خليفة. إطار تحضيرات الأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، منتخبنا الأولمبي ربح البارح وديا المريخ السوداني 1-0، هدف أشرف بن الضياف في الدقيقة 89 من ضربة جزاء. نذكر أنه المنتخب يلعب نهار الأحد مباراة ودية أخرى في استاد المنزه 6 متاع العشية ضد كوريا الجنوبية. في كوبا أمريكا شيلي 2015، البارحة تلعبت المباراة الافتتاحية، المنتخب المنظم الشيلي ربحت الإكوادور 2-0، أهداف فيدال وفارغاس، واليوم هنصل إلى نص المكسيك تواجه بوليفيا. www.knewsfm.net تلقى فيها النشرة هذه وآخر الأخبار. إن شاء الله لكم زين، حاب يقولكم باي باي.